السلام عليكم. قال جعفر بن محمد صادق لابنه ناصحا: من غضب من إخوانك عليك ثلاث مرات ولم يقل إلا خيرا فاتخذه خليلا، يعني ثلاث مرات متفرقة غضب منك لسبب ما فعصم لسانه لم يقل فيك سوءا وشرا، قال فاتخذه خليلا، ترى هذا هو الصاحب، هذا هو الصديق. بعض الناس شريف جدا في خصومته مع صديقه أو مع أحد أقربائه، فإنه إذا غضب لم يفش سرا ولم يكشف سترا، وإنما عاملك بمعدنه الطيب. هذه النصيحة ترى هي غالية، لأنه حنا مرات ما نتحرز في بعض أخويانا أو أصدقائنا في علاقتنا معهم، لأنه إذا غضب قال عندي إرشيفك الأسود تذكر، ويبدأ يستحضر بفهرسة دقيقة كل زلة سويتها. هذا والله البلشة. روى البخاري ومسلم من حديث أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الشديد في الخصومة، الخصم كثير الخصومة، هذا من أبغض الرجال إلى الله سبحانه وتعالى. فحنا هي وصية لي ولكم، الإنسان في خصومته يحفظ لسانه ويراعي الود السابق الذي كان بينه وبين خصمه الذي كان صديقا. وقد مشهور على الإمام الشافعي قولها: الحر من راعى وداد لحظة. وعندنا شيء نقول احنا فيما بيننا، البدو يقولون بيننا عيش وملح، بيننا زاد، وهذا ما يسمى عند العرب بحرمة المؤاكلة، فهم يراعون من أكلت معه في صحن، فكيف بمن صارت بينك وبينه علاقة ثم وقعت خصومة؟ لا لا، العلاقات أخلاق، اختمها بخير.